هذه الصور أحبتي في الله لها أسماء مختلفة، ولكن فيها سورة اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو شكل المعجزة التي تتوقع أن تراها في هذه السورة؟ وكيف يمكن تخزين هذه المعجزة بين حروف وكلمات السورة؟ سأعطيك هذه الحقيقة اليقينية أولا، ثم سنجدها في هذه السورة تتجلى بشكل عظيم جدا. أول شيء أخي الحبيب، اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن كله 4 مرات. إذن هذه حقيقة قرآنية يقينية ثابتة يستطيع أن يراها أي ملحد أو مؤمن. إذا فتحنا القرآن بأي لغة من لغات العالم، اسم محمد ذكر 4 مرات في كل القرآن، وسورة محمد ذكر فيها اسم محمد 1 مرة. طيب، إذن هذا الرقم الأول. الرقم الثاني هو عمر سيدنا محمد، يعني من الأعداد اليقينية لدينا في الإسلام العدد 63 عمر النبي، كما في الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ربه بعمر 63 سنة. هذا كلام يقيني لا شك فيه ولا خلاف فيه. إذن حبيبكم عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة وذكر اسمه 4 مرات في القرآن. الآن سنذهب إلى سورة محمد. في سورة محمد أخي الحبيب هناك طبعا سورة 38 آية تقسيم 2 بيعطينا 19، يعني في منتصف السورة تقريبا هناك آية هي أساس الإسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه هي الآية الوحيدة التي تأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد أن يقول لا إله إلا الله، لأن الملحد قد يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، ولكن هذه الآية تأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتأمر كل مؤمن من بعده أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه هي الآية رقم 19 في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ كل الإسلام مبني على هذه الآية، لأنك إذا علمت أنه لا إله إلا الله إذن لا يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله، ولا يستحق الحمد إلا الله، وليس هناك إله يتصرف في الكون إلا الله، وليس هناك من أحد قادر أن يحيي ويميت ويخلق ويعذب ويغفر لمن يشاء إلا إله واحد هو الله. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله لها معاني عميقة جدا، وهي أساس التوحيد أخي الحبيب. إذن الآن سنتأمل كيف خزن الله هذه المعجزة المتعلقة برقمين أو عددين. قلنا السورة اسمها ماذا؟ سورة محمد، فيجب أن تكون المعجزة قائمة على اسم محمد. اسم محمد يتألف من 4 أحرف أيضا، ميم حاء ميم دال، 4 أحرف محمد، وذكر 4 مرات في القرآن. تمام؟ اسم محمد ذكر 4 مرات في القرآن وعدد حروفه 4، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة. إذن أنا لدي عددين، 63 و4. كيف خزن الله هذين العددين بطريقة رائعة في سورة محمد؟ لو أخذنا النصف الأول من سورة محمد من بداية السورة إلى الآية التي قبل فاعلم أنه لا إله إلا الله،
قلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، رقمها 19 يعني تقريبا في المنتصف. فنأخذ ما قبلها ونبحث عن حروف محمد صلى الله عليه وسلم، كم ميم وكم حاء وكم ميم، ميم مكررة، وكم دال. سوف نجد عددا يكون مفاجأة بالنسبة للكثيرين أيها الأحبة، هو 63 مضروبا في 4 بالتمام والكمال. سأكرر لكي نستوعب الفكرة. النصف الأول من سورة محمد يعني من الآية 1 إلى آخر الآية 18. هنا لدينا كلمات، هي آيات فيها كلمات، والكلمات تتألف من حروف. لو قمنا بعد حرف الميم في هذه الآيات 18 التي هي قبل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهنا يوجد مغزى لماذا يعني هذا العدد كان قبل فاعلم أنه لا إله إلا الله. سنتأمل الآن. حرف الميم وحرف الحاء والميم مكررة وحرف الدال، لو عددنا هذه الحروف سنجد بالضبط 63 مضروبا في 4 يعني 252 حرفا، 63 مضروبا في 4. عمر النبي عليه الصلاة والسلام في عدد مرات ذكر النبي محمد في القرآن، إذن عمر محمد مضروبا في عدد مرات ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الدقة أخي الحبيب. الآن من السهل أن يأتي من يشكك بهذه الحقيقة ويقول لك مصادفة. لذلك ننتقل للنصف الثاني من السورة من عند فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة فاصلة، يعني ما قبلها غير ما بعدها. يعني هذه الآية رقم 19 تأتي هكذا في وسط السورة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذنا الآيات من فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية 19 إلى آخر السورة، وقمنا بتطبيق نفس العملية التي قمنا بها. عددنا حروف الميم والحاء والميم والدال في النصف الثاني من سورة محمد، كم عددها؟ 63 مضروبا في 4 بالضبط وبالتمام والكمال. وأتحدى ملحدي العالم أن يثبتوا عكس ذلك. في كل نسخ القرآن وكل روايات القرآن وكل قراءات القرآن وكما تحب وكل مخطوطات القرآن. هذه حقيقة يقينية يستطيع أي إنسان أن يعد حقيقة، حتى عدا يدويا يعني سوف تجد بالضبط 252 حرفا، أي عمر النبي 63 في عدد مرات ذكر اسم محمد 4 في القرآن. سبحان الله، يعني كيف انضبطت الأعداد بهذا الشكل. أن سورة محمد، سألخص أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم، سورة محمد هي 38 آية. لو قسمنا العدد 38 على 2 يعطينا العدد 19. الآية 19 فيها هي فاعلم أنه لا إله إلا الله. قبل هذه الآية حروف محمد تكررت 63 في 4، ومن هذه الآية إلى الأخير حروف محمد تكررت 63 في 4. 63 هو عمر محمد، وأربعة هو عدد مرات ذكر محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة، يعني أنا لا أتخيل أن هناك إنسان منصف يبحث عن الحقيقة يجحد مثل هذه الحقيقة اليقينية. ثم هناك شيء آخر أحبتي في الله، أنك لو بحثت
أو لو جمعت طبعا النصف الأول مع الثاني سيكون مجموع حروف محمد عليه الصلاة والسلام في في سورة محمد، قلنا 63 في 4 في النصف الأول و63 في 4 في النصف الثاني، فالمجموع 63 مضروبا في 8. ماذا تمثل هذه الثمانية؟ لماذا الرقم 8؟ لأن سورة محمد فيها أطول آية تتحدث عن صفات الجنة، والجنة لها 8 أبواب، فكأن الله يريد أن يقول لك من أطاع هذا النبي الكريم سيدخل الجنة من أبوابها 8 أيها شاء. في هذه السورة الله سبحانه وتعالى يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إلى آخره. آية طويلة، هي الآية الوحيدة التي تصف الجنة بهذا الشكل وهذا الطول، وضعها الله في سورة محمد، فجاء عدد حروف اسم محمد في السورة كلها سورة محمد مساويا لعمر محمد 63 مضروبا في أبواب الجنة 8 في رقم 8. سبحان الله. الشيء الذي يؤكد صدق هذه الحقيقة أننا قمنا بتطبيق هذه القاعدة على القرآن كله، لم تنطبق إلا على سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قمنا طبعا من خلال برنامج بالبحث عن حروف محمد ميم حاء ميم دال، طلبنا من البرنامج أن يخرج لنا من 114 سورة، من 114 سورة سور القرآن كل سورة يخرج منها حروف محمد، يعد حروف محمد فقط ويجمع الناتج، فكل سور القرآن لم تقبل القسمة على 63 إلا سورة واحدة هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أنها مقصودة، يعني لو كانت القضية بالمصادفة كان ممكن أن نجد سورة البقرة، سورة آل عمران، سور طويلة حروف محمد فيها مضاعفات العدد 63. السورة الوحيدة في القرآن التي نجد فيها عدد حروف اسم محمد يتكرر في هذه السورة من مضاعفات 63 عمر محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة محمد. 504 حروف محمد عددهم 504، هذا العدد يساوي 63 في 8، والثمانية أبواب الجنة، والآية الوحيدة التي تصف الجنة بهذا الطول هي في سورة محمد، وضعها الله سبحانه وتعالى ليقول لك أنك أيها الإنسان أيها المؤمن إذا أطعت محمدا صلى الله عليه وسلم فلك هذه الجنة ذات الأبواب 8. إذن أخي الحبيب، هنا لماذا نشكك بشيء نراه أمامنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في النتيجة يعني لم يأمرنا إلا بالخير. أنا قرأت القرآن كاملا واطلعت على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لم أجد أمرا واحدا فيه شر، ولم أجد نهيا واحدا فيه خير. لاحظ، كل ما نهى عنه القرآن والنبي كان فيه الشر والضرر، كل ما نهى عنه. حرم الخمر، الخمر يسبب 7 أنواع من السرطان حسب الدراسات الحديثة. حرم القمار أو الميسر لأنه يشبه تناول المخدرات، يسبب إدمان في الدماغ، وعرضنا دراسة بجامعة ميرلاند. حرم الأفلام الإباحية والنظر إلى النساء بشهوة والزنا وكذا لأن هذا يسبب مشاكل في الدماغ، والفاحشة تسبب أكثر من 7 أمراض منقولة جنسية مؤلمة جدا، نشرنا إحصائيات عنها مؤخرا.
كل ما حرمه فيه مصلحة لي، هو لسعادتي. يعني حتى أنا لو كنت رجل علماني لا أقتنع بالأديان، يجب أن أتبع الإسلام لأن الإسلام يتطابق مع العلم الحديث. كل ما أمرني به هذا الإله العظيم وكل ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير لي. الصيام فيه خير، كل أطباء العالم يؤكدون الفوائد العظيمة للصيام طبيا ونفسيا. أمرني بالصلاة فيها خير، فيها نشاط، فيها حركة، دراسات علمية تؤكد فوائد الصلاة والانتظام بالصلاة للعمود الفقري والآلام كثيرة. طيب أمرني بالصدقة، جامعة هارفارد اليوم تقول إن الصدقة علاج للاكتئاب، وأسعد الناس هم أكثرهم صدقة وعطاء. طيب هذا خير. أمرني بالعفو عن الناس لأنه خير. النبي قال لي لا تغضب، بالفعل كل أطباء القلب يقولون إن الغضب يدمر القلب. طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ نبي كريم جاء لمصلحتك، أعطاك تعاليم كلها خير، أمرك بالخير، كل شيء فيه شر نبهك وحذرك منه. طب لماذا لا أتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وفوق ذلك أعطاني هذا الكتاب المليء بالمعجزات، لا توجد كلمة واحدة تناقض حقيقة علمية يقينية، ولا كلمة في القرآن. وضع لي هذا الإله العظيم معجزات أراها في الكون. لك يا أخي في الدماغ فقط معجزة، 100 مليار خلية تعمل بإتقان مذهل، كأنك وضعت 100 مليار جهاز كمبيوتر في حجم هذه الجمجمة، في هذا الحجم. هذا آية من آيات لا، السمع، البصر، القلب. قلبك يبدأ بالنبض منذ أن يكون عمرك 28 يوما 4 أسابيع في بطن أمك، ويستمر حتى تموت. ما هذه المضخة العجيبة؟ كل هذه الآيات من حولك، ثم وضع لك هذه المعجزات في القرآن، ثم بعد ذلك تجد من يجحد وينكر ويستكبر ويشكك. يعني والله أنا أشفق على هؤلاء وأدعوهم جميعا، فقط يا أخي شغل عقلك وتأمل هذا القرآن. لذلك نجد القرآن كثيرا ما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفكرين المؤمنين به، وأن يهدي بهذه المعجزة من يشاء من عباده الضالين، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.